توج سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، المنتخب الوطني للناشئين بطلا للنسخة 16 من بطولة المنتخبات الخليجية تحت 16 عاما بعد فوزه على المنتخب الكويتي بنتيجة 59-53 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة الاتحاد البحريني لكرة السلة بأم الحسم. وقد شهدت المباراة حضور سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، وسمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر وأمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية سعادة السيد محمد حسن النصف، ورئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة سعادة القبطان وليد عبد الحميد العلوي وعدد من الأعضاء ومنتسبي الاتحاد. وقد سلم سمو الشيخ خالد بن حمد كأس البطولة لبطل هذه النسخة المنتخب الوطني للناشئين، فيما تقلد المنتخب الكويتي ميداليات المركز الثاني، بينما حصل المنتخب السعودي على ميداليات المركز الثالث بعد فوزه على المنتخب القطري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة. بهذه المناسبة رفع سموه أسميات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وأعرب سموه عن سعادته بما شهدته المباراة الختامية من مستويات كبيرة، مؤكدا أن ذلك ساهم في ظهور البطولة بصورة مميزة انعكست على نجاح هذا الحدث الرياضي الخليجي. وقد هنأ سموه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة مشيدا بما قدمه ناشئو الأحمر من أداء مميز طيلة منافسات البطولة، وما تحل به لاعبو المنتخب من عزيمة وإصرار في جميع المباريات. وثمن سموه الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد البحريني لكرة السلة برئاسة سعادة القبطان وليد عبد الحميد العلوي في استضافة وتنظيم هذا الملتقى الرياضي الخليجي بالتعاون مع اللجنة التنظيمية لكرة السلة بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، والذي كان له الأثر الإيجابي في ظهور البطولة بصورة مميزة ساهمت في تحقيق أهدافها المنشودة، والتي ترتكز على تعزيز دور الرياضة كوسيلة هادفة لتعزيز المشاركة وغرس قيم المواطن في أبناء دول المجلس، بما يسهم في دعم مسيرة العمل المشترك والنهوض بالرياضة الخليجية. بارك لسيدي سمو الشيخ خالد هذه الإنجاز الخليجي، وهذه يعني ثمرة جهد الصراحة سمو الله يحفظه. هو كان حريص أن احنا فعلا كان يحثنا أن نتابع المنتخبات ونتابع الفراغ اللي تشارك. ما في شك ان السلة البحرينية طبعا الناشئين هذه القاعدة اللي دائما ركز عليها سموه في اخر لقاءاتنا مع الاتحادات، كان دائما يحثهم ان لابد من وجود قاعدة والاهتمام بها. الهيئة مثل ما انتم عارفين يعني تعمل بكل طاقات مع الاندية مع الاتحادات، وحسب توجيهات سموه ان نكون قريبين منهم وفتح جميع الأبواب. واليوم يمكن زيارة سموه حق الاتحادات شجعت الاتحادات وحمستهم وحفزتهم، وراح تكون بإذن الله تعالى نتيجة هذه الزيارة وقيادة سموه للهيئة بتشوفون مثل هذه الإنجازات وهذه المستويات العالية اللي بإذن الله تعالى راح تطلع للجمهور البحريني. في الهيئة سعيدين بأن تكون باكورة عمل الهيئة بقدوم سيدي سمو الشيخ خالد، أنه يكون إنجاز كبير، وأعتقد أن البحرين يعني مؤهلة وتستاهل هذه الفرحة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى الأفراح قادمة والنتائج إن شاء الله الزينة قادمة، وراح تشوفون بإذن الله تعالى الهيئة بحلتها الجديدة ومتابعتها ووقوفها مع الاتحادات. كل هذه طبعا هذه لا سر فيه، هذه كلها ثمرة توجيهات سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد لي شخصيا وجميع العاملين زملائي في الهيئة العامة، وأكيد للاتحادات والأندية، وإن شاء الله كلنا نكون عون مع سموه، وراح إن شاء الله تشهدون نتائج أفضل وأفضل في الأيام القادمة. أولا بداية تشرفنا بحضور سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد لهذا النهائي، طبعا بعد فترة غياب فترة طويلة من التجمعات الخليجية، ولله الحمد أن المنتخب البحريني لكرة السلة منتخب الناشئين حقق بطولة الخليج. هذه تعتبر يعني تكملة
للنجاحات في الرياضة البحرينية. سمو الشيخ خالد دائما حضوره في يعني يشجع اللاعبين على بذل المزيد من الجهد، بالإضافة لأن الحضور الجماهيري اليوم ساعد كثير في رجوع منتخبنا بعد ما كان متأخر في حدود تقريبا 13 نقطة. الحمد لله رب العالمين أن قدر منتخبنا أنه يرجع ويحقق هذه البطولة وعلى أرضه وبين جمهوره وفي حضور سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد. في جهد كبير للاعبين الناشئين، كان في معسكر في تركيا والاهتمام كبير بالناشئين، والحمد لله اليوم توفقنا بمجهود كبير من اللاعبين والمجلس الإدارة والإداريين والمدربين للفوز والتأهل لبطولة آسيا إن شاء الله. فهذه شيء نعتز فيه ونقدمه لجمهور السلة وللبحرين أجمع إن شاء الله. طبعا بطولة آسيا بطولة كبيرة، احنا لنا الشرف لوصولها اليوم، وإن شاء الله نحصل على مركز متقدم في البطولة في آسيا إن شاء الله. اللاعبين يعني تعبوا ما قصروا، يعني رغم أنه في فترة من الفترات وقفوا التمارين كده نتدرب أونلاين ويا المعد البدني زين، وأنا الخطط أطرش لهم أونلاين واحدة بواحدة خطة، يعني شلون يعني مش سهل أونلاين تعطيهم طرق اللعب. فالحمد لله يعني اللاعبين يعني ضحوا وكان فهمهم يعني مو بطيء، يعني تحسنا وراهم شيء، بس الحمد لله عقب المعسكر اللي رحنا لعبنا يا فرق أقوى من الفرق اللي شاركنا يعني، بس تعرف ان رهبة البطولة والجماهير أثرت عليهم، فالحمد لله رب العالمين. أكيد الفرح ما تنسي والحمد لله على الفوز، وأشكر اللاعبين. أول بداية جانا توتر شوي خفيف، تالي مع الأجواء الجمهور يساند والحمد لله أنه موجود، الحمد لله أن البطولة على أرضنا. وأشكر الشيخ خالد بعد، والجايات أفضل إن شاء الله.